فتت على معهد دراما رود، والأستاذ مؤمن الملا أخذني على الكاستينج وأخذوني. بالكاستينج قال لي إنه ساوي الحركات تبع جود، وبالصدفة شفت جودي الكبير، وبعدين لقطت مشهد من عنده، وكمان هاد الشيء خلاهم يختاروني. اللي وقت اتصلوا بماما وقالوا لها انه نحنا اخترنا زيد البيروتي ليلعب دور جود، شو صار؟ شو صار فيك؟ تحمست كتير وصار عندي انرجي وكتير انبسطت. كنت متوقع انك انت يختاروك وقت رحت؟ كنت متوقع؟ ايه طبعا. ليش طبعا؟ واثق بحالي. وبالفعل قدر زيد يتقمص شخصية جود الطفل المصاب بالتوحد بأغمض عينيك ويؤدي الدور باحترافية. الأستاذ يزن داخوك هو اللي عرفني على جود، وهو اللي قال لي إنه شو كيف توحد، فصار كتير سهل وقت شرح لي عليه. ما بيطلع على عيون الناس وقت يكون متوتر، هيك بيساوي وقت يكون في كتير أصوات، وهيك بيساوي هيك، وأوقات هيك وقت يكون كتير كتير معصب. خبرني عن أول مشهد صورته. أول مشهد كان كتير سهل، يعني مو شرح لي عن الطيف توحد، فصار سهل لإلي. يعني عدنا شي 3-4 مرات بس مو مني، من الكومبارس يعني مرات لهم ياها. شو أصعب مشهد أديته بهذا العمل؟ ما في مشاهد صعبة، بلأحكي الصراحة ما في، بس في مشاهد حساسين. شو يعني حساسين؟ ما بينعادوا. مثل شو المشاهد؟ مثل مشهد البحرة، إذا فتنا على البحرة بيتلوتوا أواعينا مي والجابات، خدي بقى نقعد ننشف ونغير. صعب، فيعني مشهد حساس.